بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي، معانا النهاردة الوحدة الخامسة، الجزء الخاص باللغويات. طبعا دي الحصة التالتة في الوحدة الخامسة، لأننا في نهاية فيديو الجرامر، حل الجرامر اللي هو الفيديو التاني بتاع الوحدة الخامسة، ما كملتش وقلت إن أنا هكمل في فيديو بعدي. بعد عندنا هنا في البيزك لانجوج نوتس، الملاحظات اللغوية الأساسية، عندنا الفرق ما بين ميك ودو وجيت. ميك معناها produce something، يعني ينتج شيء. You can make your own time table، يعني انت ممكن تعمل التايم تيبل بتاعك. خلي بالك ميك تايم تيبل، وانا هعمل لك تجميعة تاني تحت. دو يعني ما بيأدي عمل، الميك اللي هي بمعنى الحاجات اللي فيها صنع يا جماعة، تصنيع، لكن دول الحاجات اللي فيها أنشطة، خلاص يؤدي نشاط أو عمل. is used for actions، بتستخدم مع الأكشنز. خلي بالك الديفينيشن ده، التعريف ده، هو من الكتاب المدرسي، يعني ده التعريف اللي المطلوب دراسته طبقا للمنهج الموضوع للوزارة. produce something ودي is used for actions، بتستخدم مع الأحداث. مثلا I am only doing a few hours of work a day، يبقى do work، do work. خلي بالك بقى من تصريفاتها، انا بقوم بساعات قليله من العمل يوميا. فريلانس وركرز، عمال اللي بيشتغلوا عمل حر، have to do their own accounts. do accounts يعني يقوموا باجراء حساباتهم بانفسهم، يعني هيعمل حساباته بنفسه، يبقى do accounts. الحسابات مش هتتصنع، ده هتتعمل، هتتحسب، خلاص. برضو العمل هيتأدى، يبقى في اداء هنا مش صناعه. get معنى receive، يحصل على. the problem with being a freelancer work is that you don't get regular work، المشكلة في عمل الحر ان انت ما بتحصلش على العمل بشكل منتظم. نخلي بالنا من الجملة دي اللي هي get regular work، عشان التعبير ده موجود في النصوص تقريبا في اليونت، يحصل على العمل بشكل منتظم. بص بقى المثال ده بيقول لك I can't، it can't be hard to get ولا make money. الاثنين صح، ممكن get لو قلت عايز اقول احصل على مال، وميك ماني لو حقق ارباح. ميك ماني معناها يحقق ارباح، او يعني يكون ثروه. اند لوك افتر ماي فاميلي، واعتني بايه؟ باسرتي. يعني ات كانت بي هارد تو، شيء مش صعب ان انا اكسب وفي نفس الوقت اعتني باسرتي. بيقول بقى لاحظ التعبيرات الاتيه، عملنا هنا يعني حاجات مشهوره، يعني ميك من المشاهير بتاعتها ريفيجن بلان، بلان خطه مراجعه، تايم تيبل، ميك ماني، ميك بالانس يعني يعمل توازن، تمام. ميك ماني طبعا يحقق ثروه. دو يؤدي زي ريفيجن، يؤدي مراجعه. دول يعني يؤدي جيدا ان ذا تيست، او دول ان ذا اكزام، يؤدي كويس في الامتحان او في التيست وهكذا. دو ورك او دو اكاونتس، يقوم بجراء حسابات. جيت بقى جيت ورك، يحصل على عمل. هنقول تمام، ورك جت هنا، تمام مفيش مشكله، بس المعاني مختلفه. هنا يقوم باداء عمل، لكن هنا يحصل على شغل او عمل. طب الاثنين مش هيجوا مع بعض الا لما كان، لو كان معنى الجمله يميز، خلاص. يا ريت تسمع، عشان هنا مش مجرد بقرا الكلام ده، انا احيانا بفسر فهنا اللي هيميز هنا الجمله نفسها، خلاص. يعني مثلا ايه، اقول مثلا I am very busy today، انا مشغول جدا اليوم. I have too much work to، عندي شغل كتير. to do ولا to get؟ لا to do، عندي شغل كتير هاديه، يبقى do، لان انا وبتكلم عن ان انا مشغول. طيب I don't have a job، خلاص ما عنديش وظيفة. I need to find، I need to get، يبقى get work. طيب طبعا in the money بقى، get money يحصل على مال برضو، مع اختلاف المعنى طبعا من اللي فوق. دي يحقق أرباح أو يكسب مال، ودي get يحصل، تمشي كده وتمشي كده، تمام. a prize، جائزة. the balance right، التوازن المناسب. وخلي بالك كلمة right جاية بعد balance، خلاص، رغم انها صفة، بس التركيب ده هو كده في النصوص، تحفظه كده. المجموعة التانية برضو في اللغويات الأساسية، الفرق ما بين الكلمات دي فيل وسفر و مجموعة كلمات كده، نقاط في كل نقطة هنناقش الفرق بين كلمتين. الفرق بين فيل، فيل معناها to experience a sensation، انك تتعرض لإحساس معين. يأتي بعد فيل صفة أو اسم، يعني مثلا stop exercising if you feel any pain، توقف عن ممارسة التمرينات لو شعرت any pain، أي ألم. اللي هنا pain دي جت بعد فيل، وده اسم،
وممكن اقول I feel tired، انا اشعر بانني متعب، يبقى tired صفة، يبقى صفة صح والاسم صح. طب سفر يعني معاني من to experience pain، سفر بقى معناها يتعرض للألم، difficulty صعوبة or loss اللي هي خسارة، يعاني من شيء طبعا. ممكن يجي بعدها مفعول او ما يجيش، واحيانا تتبع بحرف الجر from. خلاص he suffers from pain، بيعاني من ألم، suffers pain على طول، وممكن أقوله suffers from pain، she suffers، هي تعاني من ألم أو pain على طول من غير from. Many companies، العديد من الشركات are suffering from a shortage of skilled staff، العديد من الشركات بتعاني من نقص في skilled staff، يعني إيه الفريق اللي هو عنده مهارة. كثير من الشركات بتعاني من نقص في skilled staff، يعني الفريق اللي هو عنده مهارة. تمام. أو الفريق اللي هو إيه ماشي مكتسب أو مدرب على المهارة، يعني فريق العمل طبعا. training و exercise. training معناها to be given teaching، ان انت هي طبعا معناها التدريب، وتبقى فعل بمعنى يتدرب او يدرب، يتدرب او يدرب الاثنين، وتدريب كاسم. to be given teaching ان انت تعلم يعني، or practice او تمارس، ان انت تعطى تعليم او تدريب. in a profession في حرفة او skill او مهارة. و received training تلقينا تدريب every day، بنتلقى تدريب و receive every day. are you coming for the football training، هو انت جاي التدريب بتاع كرة القدم after school بعد الايه المدرسة. خلاص يبقى التدريب في الرياضة ده اسمه training. خلاص والتدريب لاكتساب مهارات training. لكن exercise معناها التمرينات البدنية اللي هي بغرض تحسين البنية بتاع الجسم، الحفاظ على الصحة واللياقة. to do physical exercise، انت تعمل تمرينات بدنية in order to be healthy، عشان تكون عندك صحة كويسة. although she does not have time for much exercise، رغم ان ما عندهاش وقت كتير للتمرينات، she is very healthy، هي بصحة جيدة. الفرق بين available for و available و at work. available for work يعني متاح للعمل، لكن at work يعني في العمل فعلا، موجود في العمل فعلا، ده متاح للعمل، free to work يعني مش مشغول يقدر يشتغل. أو the manager asks the employee if he is available for work، لو هو متاح للعمل next weekend. لكن هنا at work يعني في العمل، doing something work، doing some work يعني يقوم بعمل معين، موجود في العمل حاليا. I can't help you now، مش أقدر أساعدك الآن. I am at work يعني أنا شغال الآن. طيب هناخد الفرق بقى آخر رقم 4 بين remind و tell. remind يذكر يعني واحد يفكر، واحد يعمل حاجة، أما tell يعني يخبره بس، يعني to make someone remember something، أن تجعل شخص يتذكر شيء، يعني هو ناسي وانت ذكرته. remind me مثاله، remind me to buy a newspaper، ذكرني أن أنا أشتري جريدة، فكرني عشان ما أنا بنسى أو لما أنسى وكده. لكن تل يخبر يعني to express something in words، تعبر عن شيء بالكلمات. I told my mother، قلت لأمي that I was hungry، إن أنا كنت جوعان أو إن أنا جوعان. الكلام ده قلته على طول، مفيش تذكير، ده حاجة أنا قلتها وخلاص بنقلها. suffer from stress، خلي بالنا بقى الكلمات اللي فاتوا دول إحنا خلصناهم كده، الفروق اللي هي 1 2 3 4 اللي هي في كل واحدة اتنين شبه بعض أو اتنين يعني إيه مع بعضهم. أنا عندي suffer from stress، يعاني من التوتر، بتاخد حرف الجر from. remind me of، ذكرني ب، وبعد كده اسم زي exam مثلا. remind me to يبقى مصدر، ذكرني انا افعل يبقى مصدر to buy، خلي بالك حروف الجر of. remind me of، remind me to buy. separate كذا from كذا، يفصل كذا عن كذا. tell me about، تخبرني عن. available for يعني متاح. ليه؟ دي حروف جر مهمة جدا، وانا واخدها من الكتاب المدرسي في exercise كده تقريبا، كان work book او حاجة، لان ده برضه يبقى عليه فوكس، الوزاره بتنظر الى مناهجها وهي بتحط الامتحانات طبعا. هنروح للصفحه اللي بعد كده،
برضو ده تبع الملاحظات الأساسية يا جماعة اللي هي نازلة فوكس في الكتاب المدرسي، يعني نقسمهم A B C، كل ده نازل فوكس، يعني مش مجرد تحليل نص عادي، لا ده كلام مهم جدا. تيك أوف كم تعبير لتيك أوف؟ أربع تعبيرات لتيك أوف. بمعنى تيك أوف، تيك أوف ياخد أجازة من العمل، تيك أوف يخلع الملابس أو الحذاء، تيك أوف تقلع للطائرة، تقلع عن الأرض، وتيك أوف يعني ينطلق في النجاح فجأة. طب تعالوا نبص كده، not to go for work يعني لا يذهب لأجل العمل، for a period of time لفترة من الوقت، أو I can't take off any time this week، مش هقدر أخد أي أجازة من العمل هذا الأسبوع. take off معناها remove something، يزيل شيء زي الملابس والحذاء. ما أنا قلت I was hot so I took off my jacket، جلحت الجاكيت. take off leave the ground يعني يترك الأرض وينطلق في السماء. the plane took off انطلقت أو قلعت at 4:30 الساعة 4:30. تيك أوف يعني suddenly become successful، تصبح ناجح فجأة، مرة واحدة تلاقي نفسك انطلقت في النجاح. her sports career عملها في مهنة الرياضة أو عملها الرياضي تيك أوف انطلق إلى النجاح after she won the competition بعد ما فازت بالمسابقة. the product is really taking off among young ladies، المنتج ده المنتج ده هو the product is really taking off among young ladies، المنتج ده بدأ ياخد نجاح كبير بين السيدات. المثال ده أعتقد هو من الكتاب المدرسي برضو، عشان كده هو مثال مهم شوية إنك تفهم معناه، لو ربما في أمثلة بتيجي نصا وتبقى أحيانا أمثلة غريبة شوية في معناه فعشان ما تتلخبطش. طب other young lady other language notes، ملاحظات لغوية أخرى مبنية على النص، تحليل النصوص. أنا عندي في هارد وهارد وهارد، اللي هارد دي تبقى معنى صعب أو صلب أو قاسي أو شق، ودي تبقى صفة. أو هارد ورك عمل شق، this disk is hard، الديسك ده صلب. the exam is so hard، الامتحان صعب. the man is very hard، الراجل ده قاسي. تمام كده، كلهم صفات بأربع معاني مختلفة. هارد لما تبقى بتنفع ظرف بمعنى بجد أو باجتهاد أو بشدة، I study hard جت بعد الفعل، هنا جت بعد الفعل study يبقى هي ظرف. لكن فوق كانت جت بعد ايه؟ بعد فيرب تو بي، يعتبر هنا وهنا وهنا، خلاص. وهنا جت قبل الاسم، قبل كلمه ورك، هارد ورك. طيب هارد اللي معناها بصعوبه او بالكاد او نادرا، ودي كلمه تفيد النفي، ودي ظرف برضه بس ظرف يفيد النفي. اي هاردلي سو اني انيمال، لم ارى اي حيوان، يعني بتساوي اي ديد نوت سي اني انيمال، اي ديدنت سي اني انيمال. اي ديدنت هاف any time to myself، ليس لدي وقت لنفسي. I didn't have any time to myself، ما عنديش اي وقت لنفسي. ايه مشكلتها دي او الجملة دي؟ الجملة دي موجودة في النص خلاص، فانا نقلتها لك لان حروف الجر بتاعتها غريبة، لو جاب لك هنا تو مع فور هتتلخبط غالبا وهتاخد فور. خلي بالك انا بكلمك في تحليل نص اهو، في النص هتلاقي الجملة دي موجودة، عايز يقول ما عنديش وقت، I didn't have any time. المشكلة هنا دي، لو قال لك فور وتو هتغلط وتختار فور، هي طبعا تو ماي سيلف جاي في النص كده. كاري اون، يستمر في عمل شيء وبعدها فيرب ذات اي ان جي، يستمر في عمل شيء قد بدأه من قبل، يعني I'll carry on working for the same company، سأستمر في العمل في نفس الشركة، يعني استمر في عمل شيء بدأ فيه من قبل كده. تيكون يعني يتولى مسؤولية أو عمل ما، يأخذ على عاتقه. تمام، مهمة جدا دي، تيك اون وتيك اوفر. تكون يعني يتولى مسؤوليا، ولو حد كان معايا في الامتحانات اللي اعتقد ذكرتها، بس الامتحان ده للمشتركين في يونت 4 اعتقد، يونت 4 كان في مثال على كده، الفرق بين تيك اون وتيك اوفر. عامة احنا جبناها تاني اهو للناس في يونت 5 جاية طبيعي. تكون معناها يتولى مسؤولية، يعني يقبل تحمل مسؤولية معينة. I choose which project to take on، انا بختار، انا اختار انهي مشروع بتولاه بقبله يعني. اما تيك اوفر يعني يتولى الامر نيابه عن الاصل في حاله غيابه. عايزين نوضح اكتر يا مستر، بص معايا. لما انا بقول انا بتحمل مسؤوليه حاجه او قبلت تحمل المسؤوليه في امر معين او في حاجه معينه، بقول تيكون بس. امال ايه حكايه تيك اوفر؟
تيك اوفر يا جماعه لما يكون في الاصل غاب، المدير غاب وانا هنوب عنه. في السيارة الكهربية فيها بيبقى فيها بطارية بتاع كهرباء وفيها محرك بنزين، لما البطارية بتاع الكهرباء تخلص شحن خالص، اوتوماتيكالي يعني تلقائيا محرك البنزين بيحل محل مين؟ بيحل محل البطارية، تمام؟ فبيعمل ايه؟ فبيشتغل مكانها. فبنقول when the battery runs out of electricity، لما البطارية runs out of the OF واحدة يا جماعة، runs out of electricity the petrol engine takes over، محرك البنزين بيتولى المسؤولية بدلا منه تلقائيا. فدي بيحل محل فلان في العمل، خلاص؟ طيب سوشابول، اجتماعي له علاقات اجتماعية. على فكرة تيك اون وتيك اوفر دي نادر لما تلاقي حد بحطهم لك جوه بعض كده، اصل الحاجات دي مبنية على فهم النصوص، فهم الالفاظ، يعني مش لازم، مش شرط ان انت تلاقيها في كتب موجودة، ده تحليل نصي بناء على التشابهات لما تيجي بعضيها وفهم معاني الالفاظ في سياقها بصرف النظر عن اللغة العربية، عشان اللغة العربية احيانا بتضرب حاجات في بعضيها يعني لسبب فهم احنا الخاطئ لدلالة اللفظ. سوشابل يعني اجتماعي او له علاقات اجتماعية، ودي صفة لانسان عنده اجتماعيات، يعني بيخالط في الناس كويس. My brother is sociable، اخويا ده اجتماعي. He has a lot of friends، عنده اصدقاء كتير. لكن social معناها اجتماعي، يعني خاص بالمجتمع، ودي صفة برضه، بس زي social problems، مشكلات اجتماعية يعني متعلقة بالمجتمع. social media وسائل التواصل الاجتماعي، social networking sites مواقع التواصل الاجتماعي، social affairs الشؤون الاجتماعية، خلاص. عندي balance معناها يوازن، balance family with work يوازن ما بين الأسرة والعمل، أو balance family and work، الاتنين صح، دي أو دي، family with work أو family and work، تمام. وفي balance between family and work، يوازن ما بين الأسرة والعمل. الكلام ده أنت جايبه من إيه يا مستر؟ جايبه من النص، دول ذكروا في النص بتاع الكتاب. طيب make sure يتأكد، make sure يعني يتأكد. take breaks from work، ياخد أجازة من العمل، take breaks from work، خلاص حرف الجر، ناخد بالك. we should be able to help you، مش معناها دي ينبغي، وشود هنا دي بعض جملة في النص، مش معناها ينبغي، معناها من المفترض، he should، من المفترض أنه يستطيع مساعدتك، من المفترض أنه، لأني ما ينفعش أقول هو يجب أن يكون قادر على أن يساعدك، يعني عايز أقول هو يعني يفترض أن هو هيقدر. the best way out of stressful situations، أفضل طريقة للخروج من المواقف الصعبة. the best way out of، على طول out of stressful situations، برضه جملة من النص، ناخد بالنا من حرف الجر. help people with their problems، help people with their problems، يساعد الناس في مشكلاتهم. help ايه؟ with، وخلي بالنا بقى هنكتب مع بعض كده، نمسك ونقولها help، عايزين بضيف حاجة تانية هو وانا بشرح. help people او help يعني مفعول، بعد كده ممكن to المصدر، وممكن help مفعول ومصدر على طول بدون ايه؟ to. يعني اقول مثلا ايه؟ I help my mother do the housework، أو I help my mother to do the housework. 12 I did my homework on my own. I did my homework on my own. عملت واجبي بنفسي. On my own يعني بنفسي. لكن of my own يعني خاص بي. I have a car of my own. لدي سيارة خاصة بي أو خاصتي. I did my homework on my own. عملت واجبي دي بنفسي ودي خاص بي. أقول a friend of my own، صديق خاص بي. عندنا بعد كده to بمعنى أيضا، ودي تأتي في نهاية الجملة المثبتة، وإيذر أو إيذر بمعنى أيضا، وتأتي في نهاية الجملة المنفية، وأز ويل بمعنى أيضا، وتأتي في نهاية الجملة المثبتة أيضا، وأولسو أيضا، وتأتي قبل الفعل الأساسي أو بعد فيرب to be.
خلاص كلهم دول بمعنى أيضا. مثال أهو، I like، علي likes English، I like English كما to أيضا، اللي هي دي مثبتة. طب I don't like English، أنا ما بحبش الإنجليزي نقطة، علي doesn't like English either، عشان doesn't like منفية. خلاص ممكن في الجملة الأولى أقول I like English، علي likes English as well، يبقى as well يعتبر زيها زي مين؟ زي تو، بس تو بيجي قبلها كوما، as well ما بيجي قبلها ايه؟ كوما في الجملة. طيب also أقول علي likes English، علي بيحب الإنجليزي نقطة، I also like English. خلاص I also like English، هي قال I also like لأن like فيها لا أساسي، I also like English. أو بعد فيرب تو بي، حتى لو فيرب تو بي كان فعل أساسي، حتى لو يعني بعد الفعل المساعد، يعني بعد الفعل المساعد سواء كان فيرب تو بي أو غيره، أو حتى لو فيرب تو بي كان فعل أساسي برضه. يعني مثلا أقول إيه؟ He is also happy. خلاص he is also happy جت بعد مين؟ is. عايز أقول سيذهب أيضا، he will also go، جت بعد will كفعل مساعد وقبل الفعل الأساسي اللي هو مين؟ go. يبقى also قبل أي فعل أساسي إلا لو كان verb to be يبقى بعديه وبعد أي فعل مساعد. وممكن أبدأ بها الجملة، أقول also وأحط كوما وأبدأ وأقول جملتي عادي. طيب في رقم 14 عندي allow مفعول to مصدر، يعني يسمح لشخص بفعل شيء. my mother allowed me to go swimming، تمام، allow me to go to مصدر، لكن let مفعول مصدر بس ما فيش ايه to، ادي الفرق بينهم، برضو يسمح لي. my mother let me go swimming، سمحت لي بالذهاب ليا للسباحة. شوف هنا كنا قلنا mother allowed me to go، لكن لما اجي ابني للمجهول خلاص الاثنين الفعل ليت هيتحول لألاو، لأن هو ما يتبناش للمجهول، فهستبدله بألاو، وطالما استبدلته ألاو يبقى فيه تو مصدر أهو، I was allowed سمح لي to go swimming. خلاص يبقى يعتبر ليت لا يبنى للمجهول، واستبدله بألاو، وألاو طبعا بيجي بعدته الإيه؟ والمصدر، وأقول I was allowed سمح لي، طبعا المفعول هيطلع لقدام عشان يعمل مبني المجهول، يبقى I was allowed to go على طول، طول المصدر على طول بدون مفعول، لأن المفعول بقى نائب فاعل. خلاص بكده نكون وصلنا لنهاية اللغويات الخاصة بيونت 5. اللي عايز يكلمني بخصوص الاشتراك سواء في مجموعات خاصة على زوم، أو عايز درس خاص بمفرده على زوم، أو يشترك في نظام الامتحانات الإلكترونية، بيكلمني على الرقم 011 29 40 70 50 011 29 40 70 50. ممكن يبعت لي رسالة بالواتس أو بالتليجرام، أو يكلمنا على الرقم ده، يفضل الاتصال بعد بالمساء، يعني بعد الساعة 6 أو 7 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.